وينضم إلينا هاتفيا الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، بعد التحية، يعني زيارة مهمة يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند، أهم الروابط المشتركة والعلاقات التاريخية الثقافية والسياسية بين مصر والهند. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، هي زيارة مهمة بيقوم بها السيد الرئيس للهند، وتكتسب أهميتها سواء من حيث التوقيت أو من حيث القضايا اللي بحثت أو من حيث العلاقات القوية والروابط المشتركة التي تربط بين مصر والهند. مصر يمكن من قامت العلاقات مع الهند منذ حوالي 75 سنة، إذا هي علاقات قوية، هي علاقات تاريخية. يعني نتذكر معا فترة الستينيات من القرن الماضي اللي كانت الهند ومصر لهم دور كبير قوي في إطار مجموعة عدم الانحياز، وكان لهم تأثيرهم الكبير على المستوى النظام الدولي القائم في تلك الفترة. الزيارة دي أيضا والاهتمام بالهند يمكن أن ننظر إليها في إطار دبلوماسية القمة. دبلوماسية القمة يعني دبلوماسية القادة والزعماء، وهي دبلوماسية نشطة في مصر في السنوات الأخيرة. النمط ده من الدبلوماسية قد يكون قصير من حيث التوقيت الزمني لتستغرق الزيارة، إنما بيترتب عليه آثار هامة من الناحية السياسية والناحية الاقتصادية. ممكن ننظر إلى هذه الزيارة أيضا في إطار توجه في السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة، وهو التوجه نحو الشرق. الشرق يعني القارة الأسيوية اللي فيها الهند واللي فيها الصين واليابان ودول النمور الأسيوية. في هذا اللقاء وفي هذه الزيارة تم فعلا بحث عديد من القضايا الهامة وتوثيق الروابط المشتركة بين الدولتين، سواء في مجال الثقافة، الإعلام، الشباب، مشروعات المشتركة. دكتور إكرام، تحدثت حضرتك عن دبلوماسية القمة بما لها من أثار إيجابية في العلاقات، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم يعني الوصول إلى يعني قرار أو فكرة الارتقاء بالعلاقات المتبادلة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ما مدلول هذه الكلمة في العلاقات الثنائية بين مصر والهند؟ طبعا أن تصبح العلاقات فيها طابع الشراكة الاستراتيجية ده أمر مهم قوي في تقوية العلاقات بين الدولتين. ومعنى الشراكة الاستراتيجية أنها شراكة وتعاون وثيق ويكتسب الطابع المؤسسي، يعني ليس بمناسبة معينة أو احتفالية معينة وينتهي، وإنما له طابع مؤسسي، أي يعني متصور أن تتشكل لجان من الجانبين بتضع استراتيجية وبتضع أهداف يتم تنفيذها وتنعقد بصفة دورية، ويتم بحث القضايا التي تحققت والأهداف التي تحققت والبناء عليها وإزالة ما قد يكون هناك من صعوبات. إذن هي علاقة قوية وفي مختلف الجوانب أيضا بالمناسبة، يعني سواء في الجانب السياسي، الدبلوماسي، الاقتصادي، التنمي، الأمني. إذن هو ده مدلول العلاقة الاستراتيجية. لابد أن أشير أيضا أو أسأل دكتور إكرام، دلالة استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي في الاحتفال بيوم الجمهورية وما شاهدناه من العرض العسكري بمشاركة القوات المسلحة المصرية. طبعا ده معناه الحفاوة البالغة سواء بمصر، سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الدولة، وأيضا نتيجة للروابط الوثيقة اللي بتربط بين مصر والهند، واللي لها الحقيقة تاريخ ممتد من العلاقات الوثيقة. فده نوع من الحفاوة بالقيادة المصرية، والحفاوة دي بتطرح أيضا في الدعوة، يعني الدعوة لحضور هذه المناسبة اللي كل سنة بيتم فيها دعوة شخصية رئيسية للمشاركة في هذه الاحتفالية. الشخصية هذا العام هي شخصية السيد الرئيس، وده بيؤكد قوة ومتانة العلاقات المصرية الهندية، وأنها تتجه في المستقبل القريب نحو مزيد من التعاون ومزيد من الشراكة الاستراتيجية، وبما يحقق مصالح الدولتين ومصالح الشعبين. أشكرك جزيل الشكر الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.